نحتفل اليوم مع الشعب التونسي ومع كل نساء العالم باليوم العالمي للمرأة 8 مارس. اليوم حبينا نتقدموا من خلال هذا المنبر إلى كل امرأة فاعلة، كل امرأة ناشطة، كل امرأة مؤمنة بقضية، حابين نتقدموا لها بأحر التهاني، خاصة للمرأة، خاطر نعرف حجم وقيمة العمل لدى المرأة، ونعرف كذلك الظروف اللي تحيط بها. حبينا من المنبر هذايا وبمناسبة ذكرى 8 مارس نأكدوا على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل، نأكدوا على ضرورة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، نأكدوا على ضرورة أن تكون مواقع القرار مرآة عاكسة لوضعية المرأة. حبينا من خلال هذا المنبر ومن خلال تجربتنا كيف كيف نهنيه كل امرأة، وحبينا نقول للامرأة الفاعلة المستشارة في البلديات، حبينا نقول لها برافو على العمل اللي قاعد تقوم به، لأننا أصبحنا ندرك حجم وصعوبة العمل البلدي بعد تولينا لأول مرة في تاريخ تونس لمنصب رئيس بلدية تونس شيخة المدينة. أن تكون في المجلس البلدي، أن تكون فاعل في الشأن المحلي، أن تنتج، أن يكون عندك obligation de résultat، أن تتواصل مع الناس، أن تكون في الاستماع لأنك السلطة الأقرب للمواطن، هذه مسؤولية كبرى كلنا نتشارك فيها من أجل مستقبل أفضل للمرأة والرجل على سواء. كل عام والمرأة حية بخير. هذا ذكرى 8 مارس كانت على إثر نساء خرجوا من أجل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في يد خبزة وفي يد وردة. نهديو باقة من الورود لكل من يؤمن بالمرأة التونسية، لكل من يؤمن بضرورة أن نكون يد واحدة ونعمل رجل كان أو امرأة من أجل مستقبل أفضل لتونس. وشكرا.